إذن نعود لكم مجددا مستمعينا، والفقرة الثانية التي سنخصصها لموضوع علائقي بطبيعة الحال يهم علاقتنا مع الآخر، سنحدده في سارقي الطاقة، منهم وكيف نتعامل معهم. تفاصيل هذا الموضوع سنتبحث فيها رفقة الأستاذ وفاء مسلك، خبيرة بالاستشارات الأسرية النفسية والتربوية. صباح الخير أستاذ وفاء. سلام الخير لك أستاذ خديجة ومستمعي الكرام. مرحبا. الخبراء يؤكدون، الخبراء اللي هما متخصص في علم الطاقة الحيوية يؤكدون أن سارقي الطاقة هم أشخاص كنتعاملوا معهم يوميا، كياخذوا الطاقة ديالنا الإيجابية وكيستبدلوها بالطاقة السلبية دون أن نشعر. ربما هنا بيت القصيد، يعني في هذه العملية ديال أخذ الطاقة الإيجابية وحنا كناخذوا، هما كياخذوا من الطاقة الإيجابية وحنا كناخذوا الطاقة السلبية، هنا يجب دق ناقوس الخطر في علاقتنا مع هؤلاء الأشخاص. لكن في البداية أود منك أستاذة وفاء نحدد ما معنى، يعني شنو كان يعنيو سرقة الطاقة، يعني من هم سارقوا الطاقة، شنو المفهوم ديال هاد ففعلا هو واحد المصطلح اللي كنسمعوه مؤخرا بزاف، يعني سارقي الطاقه. كتلقى الانسان كيكون بخير في حياته مزيان، ولا مثلا كيكون ناس الصباح وهذا، ولكن اون فوا كيتلاقى مع واحد الناس سواء في لونتوراج ديالو في العمل او لا يقدر في الاسره ديالو نيت مع وليداته مع الزوج مع الوالدين، يقدر كيحس براسو انه ما ماشي هو هذاك، يعني ديك الطاقه ديالو اللي هو فاق بها مزيان وهذا ما كيلقى راسو ماشي كما قلنا، يعني ممكن أنه يحس بواحد إرهاق شديد بدون سبب مفهوم، خاصة إلا كيتعامل مع هاد الأشخاص يعني اللي كاينين في لونتوراج ديالو. هاد الشيء علاش مسمين هاد المصطلح ديال سارقي الطاقة أو مصاصي الطاقة. يعني في الحياة ديالنا كنلقاو يعني العلاقات اون جينيرال كيكون واحد المصدر ديال هاد العلاقات، كيكون مصدر ديال السعادة، وكاين واحد المصدر اللي كيستنزف الطاقة ديالنا وكيسبب لينا واحد التعب أو واحد الإرهاق. غنقول أنه في لونتوراج ديالنا من أصدقاء من أقارب ضروري ما كيكون واحد الشخص أو أكثر من هاد السارقين ديال الطاقة. هاد الاشخاص يبغينا يعني نحددوهم، كيلقاوهم بزاف كيتشكوا بزاف، غالبا كيكون عندهم واحد السلوك سلبي كيسرقوا به الطاقه ديالنا وكيخليونا كنشعروا بواحد النوع ديال الاستنزاف. ملي سولتيني استاذه خديجه على المفهوم ديال سارقي الطاقه ولا شكون هما، فقط نوضح انه واحد المصطلح اللي كنقولوا حنا الاشخاص اللي كان يعني كنعياو إذا كان تعاملوا معاهم، كان يحسوا بواحد نوع ديال التعب. الأشخاص اللي يبغيوا أنهم ياخذوا بزاف كما قلتي وما كيعطيوش، ما كياخذوا ولكن ما كيعطيوش، بغاو الاهتمام، بغاو اللي يسمع ليهم، بغاو اللي يطيعهم، بغاو أننا نتعاملوا معاهم هما فقط. غنقول أنه كيخليونا في واحد الوضع ديال الضعف ولا ديال الخمول. هاد الشيء اللي كيخلينا كنوصلوا ليه الوقيته اللي كنتواصلوا معاهم. كاين اللي كيتعمد أنه يستنزف القوى ديالنا، وفعلا كاين من هاد النوع كيتعمد. إذا هنا وجب أن نتساءل أستاذ وفاء، البروفايل ديال هاد الأشخاص، يعني شنو هي المواصفات ديالهم، شنو هي الخصوصية ديالهم، مادام هناك تعمد وكاين قصدية أنهم يستنزفوا ويمصوا، يعني مادام أنهم مصاصوا الطاقة، يعني شنو هو البروفايل ديالهم؟ فكما قلت يعني إذا سمحتي فقط ناخذ غير واحد هذا المفهوم باش يسمعوه واللي يفهموه المستمعين ديالنا. كما قلت يعني ممكن أنهم يستنزفوا القوى ديالنا والطاقة ديالنا بواحد الطريقة كاينه اللي مقصوده وغير واعيه، وكاينه اللي واعيه يقدر مثلا بطريقه واعيه بحال الوالدين بحال الازواج بحال الوليدات. علاش؟ لانه مثلا بغاو الرعايه بغاو الحب، وممكن انه يحمل كل انسان في النفس ديالو طاقه ممكن تكون ايجابيه وممكن تكون سلبيه، وممكن انه يمزج بيناتهم بزوج بحسب مثلا الموقف. فالطاقه الايجابيه شنو هي؟ كتحمل في الطيات ديالها الحب والعطاء والتفاؤل، والطاقه السلبيه العكس، يعني كيكون واحد النوع ديال الكراهيه التشاؤم وهذا. سارقي ديال الطاقه هما الاشخاص اللي كنتعاملوا معاهم يوميا، كما قلت كياخذوا الطاقه الايجابيه ديالنا وكيستبدلوها بطاقه سلبيه، والاشكال انه حنا ما كنشعروش بهذا الشيء، كنعيشوا بيناتهم، كنعيشوا معاهم في العمل ديالنا، في المنزل، في المدرسه، في اي فلوطوراج اون جينيرال، هادو كيحولوا الحياه ديالنا لعذاب، وبالرغم من هذا الشيء كل شيء حنا ما كنشعروش بهذا الخطر. علاش اولا بهذا الخطر؟ لانه واحد الحاجه اللي غير مرئيه وغير ملموسه، ولكننا كنتعجبوا من هذا الاحساس اولا واحد الشعور تأثير. اللي كيحصل تاثير. نعم هذا هو الملموس، هو التاثير اللي كيحصل.
نعم، مع ذاك الإنسان ولا مع ذوك الأشخاص اللي هو كيحس، كتحس بواحد النوع ديال الخوف، واحد النوع ديال القلق، التوتر، العدوانية، واحد الضغط نفسي كتعيش فيه. وهاد السارقين ديال الطاقة كيصبحوا عادي كياخذوا الطاقة ديالنا الإيجابية وكيعطيونا ديك الطاقة السلبية من خلال إيش؟ من خلال الكلام ديالهم، من خلال التصرفات ديالهم. كتلقاهم مثلا كاين واحد النوع دائما كيتشكى، انت دابا كتمشي للعمل ديالك ناشط بخير، كتدخل كتلقى واحد مثلا كوليك ديالك وكذا، دائما الشكوى، وانت عارف ديك الاسطوانه ديالو. هذا الشيء راه كيستنزف الطاقه ديالك مع مرور الايام. دائما يعني كيقلبوا على المشاكل كنتعاملوا معاهم، وكنحسوا بواحد النوع ديال الضعف والكسل. علاش؟ لانهم دائما الشكوى وكياخذوا الطاقه الايجابيه. ومن اهم الصفات اللي كتميز باش نعرفوا اليوم شنو هما هاد الناس ولا كيفاش نميزوا هاد الناس سارقي الطاقه، اول حاجه هو كيخليك هاد الانسان كتخاف منه، وكتولي دائما في حاله قلق من السؤال والاستجواب والتعامل معه. يعني كيخليك انت كتخاف انك تهضر معاه، ولا ديك الطريقه ديال الاستجواب ديالو دائما ما كتكونش اليز في هضرتك. يعني كيطلب منك هذا الانسان انك تهتم به بواحد الطريقه اللي كتكون خاصه، وكيحملك المسؤوليه لاي حاجه وقعت ليه. وهناك غنخص بالذكر مثلا بعض الوالدين او بعض الابناء او بعض الازواج، كيقول لك خصك تهتم بيا انا فقط، ولو وقعت شي حاجه وكذا كيحملك انت المسؤوليه، انت السبب، في حين انه هو كل واحد مسؤول على راسه. داكو كاين اللي كيمثل عليك واحد الضعف، واحد البكاء، واي خطا مثلا كيوقع فيه كيحملك انت المسؤوليه. كاين اللي كيكون غامض، يعني ما مفهومش هذا الانسان، دائما كيخلي الطاقه ديالك او التفكير ديالك دائما كتفكر فيه وكتحلل التصرفات ديالو. هذا الشيء كيخلي الطاقه ديالك كتمشي، حيتاش انت الطاقه ديالك محتاجها في لا جورني ديالك او كذا. فدائما ذاك الشخص سبحان الله كياخذ الطاقه ديالك. كاين اللي كيخليك دائما كتكون على واحد الوضع ديال الاستعداد انك تدافع على راسك، وكيخلي كيترصد الحركات ديالك وكيتصيد الاخطاء ديالك. وهذا الناس كاين واحد النوع اللي كيتسناك شنو كتقول، وما كيخليكش تهضر على راسك. يقدر هو غيهضر وما غيخليكش انك تدافع على راسك. هذا النوع فقط كذلك كياخذ يعني الطاقه الايجابيه. كاين اللي كيتطفلوا على الحياه ديالك، ممكن انه يسولك شي سؤال اللي كيكون شخصي وفي واحد المجمع اللي انت ما كتقدرش انك يعني ما كتقدرش تجاوب على ذاك السؤال، وكيخليك في واحد الوضع كتخاف انك الا جاوبتي راه مشكل، الا سكتي راه مشكل. يعني شنو كياخذ لك الطاقه ديالك. كاين اللي كتلقاه كثير الالحاح، يعني دائما كيقول لك واحد الحاجه وكيبقى يلح عليك وانت ما كتقدرش تقول ليه لا. وهادشي غنجيو ليه من بعد. يعني الانسان خصو يتعلم يقول كلمه لا، لانه كتحيد عليه بزاف ديال الاشياء. كاين اللي كيتدمر النهار ديالو مثلا، كيفاش كيدخل مواقع التواصل الاجتماعي، انت كتلوح شي بوست مثلا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، هو فقط العمل ديالو هو التذمر، ولا مثلا لحتي شي حاجه كيبقى يكتب شي كومونتير ماشي هو هذاك وكذا. فهاد الشيء انت كتقرا كيبقى فيك الحال. فوالا يعني كاينين هاد الناس، كاينين الناس اللي كيحملوا مسؤوليه ديال الاخطاء ديالهم. نعم. الناس الاخرين هاد الشيء كلشي هما الصفات ديال هاد السارقين ديال الطاقه. يعني الا لقيت هاد الناس بحال هادو في لونتوراج ديالي نحاول ما امكن انني نتجنبهم. جيد، اذا هاد الناس هادي مواصفات ديالهم او البروفايل ديالهم، علاش كيتصرفوا بهذه الطريقه؟ شنو الدواعي؟ شنو الاسباب؟ يعني اذا كانت هناك قصديه بطبيعه الحال الانسان غادي اكيد سيتعامل بطريقه خاصه، لكن اذا كانت عن غير قصد شو العمل؟ نعم. علاش كيتصرفوا بهذه الطريقه؟ نعم، بكل بساطه سبحان الله. يعني الانسان فين كياخذ الطاقه ديالو؟ فين كيستمدها؟ الطاقه يعني اون جينيرال كناخذوا الطاقه ديالنا من الكون، من الشمس، من الهواء. نعم. من الارض. نعم. من كل شيء. والمصدر الثاني ديال الطاقه كنكتسبوه من خلال اننا كنديروا بعض الاعمال الخيريه، كيكون عندنا طموحات، كنبغيو الحياه، كيكون عندنا واحد الامل، واحد التفاؤل، واحد المحبه. هادشي كلشي كيعاوننا ان تكون عندنا واحد الطاقه اللي هي جميله، واحد الطاقه ايجابيه كتخلي الانسان كيكون محب للحياه. ولكن الانسان يعني يفقد هذا السارق ديال الطاقه ديالو، كيلجأ لشي مصدر اللي هو هذا الضحيه، واللي هو هذا الانسان. يعني كنلقاوه سبحان الله كيسرق ديك الطاقه ديالو، كيخلي الضحيه محبطه. انا كنسمي ضحيه داك الانسان المسكين اللي خدا منه ديك الطاقه، يعني كيخليه محبط، كيخليه حزين، متوتر. وفي حين انه داك الانسان اللي خدا لك ديك الطاقه، ديك الساعه كيحس بواحد الانتعاش وبواحد السرور لديك الطاقه اللي خدا. هنا
سبحان الله كاينين الناس ولا الضحيه اللي كتكون واعيه تماما للناس اللي كيسرقوا ديك الطاقه ديالهم. هنا الانسان خص ضروري يكون واعي بالانتوراج ديالو بالناس اللي كيسرقوا الطاقه ديالو ويعرف كيفاش يتعامل مع هذا النوع. سينو يعني كتلقى الانسان كيدخل في واحد لا ديبرسيون واحد الاكتئاب شي حوايج اللي هي الانتوراج ديالي اللي خرج عليه بهذا المصطلح. يعني علاش؟ لان يعني الانسان كل طاقه نحاول ما امكن انه لا لقينا بحال هذا النوع حيتاش بعض المرات راه ممكن كما قلت يكونوا مقربين يكون زوج يكون مثلا والدين يكون وليدات نعرفوا الطريقه كيفاش نتعاملوا معهم باش ما نطيحوش في هذا الفخ. تمام. طيب اكيد بيت القصيد هنا هي طرق التعامل مع هؤلاء الاشخاص لحمايه انفسنا اللي ربما الحد من تداعيات او انعكاسات ديال هاد الاشخاص اللي كيمصوا الطاقه الايجابيه. شنو هي هاد الطرق؟ فاول حاجه خصنا نحاولوا قدر الامكان اننا نقللوا من التواجد ديالنا معهم خصوصا الا كانوا شي وحدين اللي بعادين علينا شي شويه. ما نحاولوش ما يكونش داك الاحتكاك بزاف. نعرفوا كيفاش يعني نغيروا الموضوع داكو ما نخليش راسي انا داك الانسان اللي داك الموضوع يكون عليا انا وديك الساعه كتنقص ديك الطاقه الايجابيه ديالي كيسرق لي ديك الطاقه ديالي. نحاول انني نفصل ما بين يعني المشاعر ديالي الوقيته اللي كنهضر باش نحمي راسي. نحاول ما امكن كما كنقولوا حنا كنغلقوا المسارات ديال الطاقه. بمعنى كيفاش غنديروا؟ نحاول ما امكن انني نلصق اللسان ديالي في السقف ديال الحلق ديالي، نحرك العينين ديالي. هاد الطرق يعني كنحاولوا اننا نسدوا بهم ديك المسارات ديال الطاقه باش ما يحاولش الاخر انه ياخذهم مني. ما نسمحوش لهم ان كاين البعض اللي كيتحكم لك في حياتك. صحيح. يعني يتدخل في 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 قراراتك، يتدخل في بعض الامور اللي هي يعني شخصيه. نحاول ما امكن نقول لا حيتاش علاش كنخليو الاخر كيتحكم لينا في حياتنا؟ لاننا ما كنعرفوش نقولوا كلمه لا، ما كنعرفوش نوقفوا داك الانسان عند الحد ديالو ولو يكون قريب، لان كل واحد كيعرف مصلحته. نبغيو راسنا، نهتموا بها، نسعدوا راسنا، نسمحوا ما نسمحوش لاي واحد انه يقلل منا. نحاول ما امكن ندمجوا مع الناس اللي كتكون عندهم واحد الطاقه، واحد الافكار، واحد الاسلوب ايجابي في الحياه. نرفعوا الطاقه ديالنا من خلال اننا نديروا التامل، نتعلموا كيفاش نتنفسوا، تكون عندنا واحد الوقيته ديال الرياضه. والله العظيم يعني الرياضه شي حاجه اللي ضروريه في هذا الزمان اللي حنا فيه دابا. هي ديك تما فاش كناخذوا الطاقه ديالنا. يعني غنقول ان الاغلبيه كيقول لك لا راه ما كايناش الوقت، ما بقاتش عندنا الوقت كذا، عندنا الوقت لكل شيء الا الرياضه. علاش؟ لان الرياضه ماشي بالضروره انني نقص بها ولا ندير بها، لا والله الا هي اللي كتشعل داك الامل وديك كتعطيني واحد النوع ديال واحد الطاقه اللي جميله جدا. من الضروري انني نشير انه يعني هاد السمات ديال سارقي الطاقه ماشي بالضروره انه يعني هاد الناس اللي كيكون عندهم هاد الصفات دائما كيكونوا سارقي الطاقه. ممكن انه نتلاقاو مع يعني لونتوراج ديال المقربين كيمروا من بعض الفترات كتكون سلبيه، كيطغى عليها الحزن او التوتر او الانهيار. من الطبيعي اننا نكونوا معهم ونسمعوا لهم. اما السارقي ديال الطاقه فهما يعني كيعانيوا من هاد الصفات اللي ذكرت بواحد الشكل هو دائم، وهما في العاده اشخاص كنتعاملوا معهم بشكل يومي كيضغطوا علينا. هاد الشيء كيخلي اننا الحياه ديالنا راه كتضر. لذلك كنحاول ما امكن انني نفصل، نحاول ما امكن انني نشوف لونتوراج ديالي ونحدد هاد الاشخاص ونعرف الطريقه ولا الكيفيه ديال التعامل ديالي معهم. واذا بغيت نعرف واش انا الطاقه ديالي تمت الاعتداء عليها مثلا او لا السرقه ديالها، خصوصا مع واحد الفئه ديال الناس ولا مع واحد الشخص او كذا، باش غنشعر. الى لقيتي راسك كتشعر بواحد النوع ديال الخنقه او الضيق او واحد الاحباط وعدم الحماس، كتلقى راسك مزيان بخير، ولكن اون فوا كتجلس مع داك المجمع ولا مع داك الشخص او كذا كتحس بواحد النوع ديال الغضب، ديال التوتر، ديال الارهاق، قله النشاط، الكسل. هادشي كلشي هاد الاعراض الى لاحظتيها الى جلستي مع داك الشخص فهاد الشخص كيسرق لك الطاقه ديالك. نعم. طيب يعني ربما طرق احترازيه استباقيه، يعني احنا قبل ما نوقعوا في فخ او في شراك مصاصي الطاقه، يعني شنو خصنا نعملوا يعني حتى نحصن انفسنا من هذه العمليه؟ وقبل نعم هي بعدا نهضر على واحد النقطه مهمه جدا، لان دابا الان كنهضروا حنا على الناس الاخرين واش هما سارقي الطاقه، ولكن ما عرفناش كما حنا
حتى حنايا سارقي الطاقة هاد المرات، لأنه حنا كنعرفوا أنه الآخر الآخر، ولكن اليوم جبنا لكم طريقة باش تعرف راسك مستمعي الكرام يعرف راسه واش يكمح حتى هما داخلين في هاد الخانة ديال السارقين ديال الطاقة. طاقة ولا لا؟ ومهم مهم مهم جدا أنه نعرفوا. علاش؟ أنا جبت بعض الأشياء اللي ممكن أنه هنا غنعرفوا راسنا واش فعلا حنا حتى حنايا سارقي الطاقة أو لا. أول حاجة، واش الناس إلا جلستي معاهم كيتجنبوا النقاش معك، أو لا كيكون حوار معك سطحي وسريع، كتلقى الناس دغيا دغيا الا تلقى معك شي واحد لاباس بخير صافي وكيمشي كيخليك، ماشي بحال الا تلقى مع شي شخص اخر وكذا. فعرف راسك من هنا، ان ها هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كتلقى الانسان ياكما انت مهووس براسك، دائما كتهضر على راسك، وانا 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 وانا، هذا دعوة الثاني واحد مؤشر. نعم، وكتلقى راسك ياكما انت واحد الانسان دائم سلبي، دائم السلبيه. يعني ولو انه كيكون واحد الحاجه مزيانه في النهار ديالك هذا، ما كتركزش عليها، كتركز على السلبيه. واش انت انسان مثلا اللي كتغتاب الناس وكتختار كلمات سيئه اذا كتهضر على هذوك الناس مثلا؟ واش كتنتقد وكتحكم؟ واحد الانسان متحكم، متحكم في وليداتك، متحكم في الاسره ديالك، متحكم في الاخرين. واش انت داير هكا؟ واش انت او انت ملك ديال الدراما؟ يعني عزيز عليك انك وهذه شي حاجه تكون بسيطه ولكن انت كتبونفليها كما كنقولوا. واش انت واحد الانسان ولا انت واحد الانسان اللي كطيل الحوار يعني مع الغير، وكتصيف لهم، كتوصف لهم مثلا واحد الحاجه وكدير فيها قصص وكدير صحيح واحد الحاجه اللي كتكون ممله؟ هادشي كلشي إلا كاينين هنا واحد ثلاثة ولا أربعة الإجابات اللي هي نعم نعم، نعرفوا راسنا أننا حتى حنايا راه داخلين في ديك الخانة ديال سارقي الطاقة. حاول ما أمكن أنه كما قلتي يعني نكادريو حتى الحديث ديالنا مع الآخر، نعرفوا الطريقة ديال يعني نهضروا مع الآخر، ما نكونوش حتى حنايا هاد سارقين الطاقة. نحاول ما أمكن ما نخليوش الآخر يسرق الطاقة ديالو، وما نكونش حتى أنا من السارقين ديال الطاقة، سواء ديال وليداتي أو ديال، حيت بعض الأخطار راه كيكون داكشي لا وعي، تماما ما كنديروش بالوعي ديالنا. فوالا. طيب في نقطة اللي هي قبل يعني هذه، احنا شنو واش راسنا حنايا سارقي الطاقة ولا لا؟ حتى نتجنب يعني في البداية قبل تلاقينا مع أشخاص نعمل احتياطاتي نحصن نفسي ما أنه يسرق لي الطاقة ديالي. يعني عملتي واحد الإشارة هو أن بمجرد ما ربما عند كاين مؤشرات وأنني أنفذ بنفسي وأنجو بحياتي النفسية. سينو راه يقع المشكل، كيفاش نتعامل مع هذا النوع ديال الناس؟ تماما. النصيحة المهمة والأهم هي أنني كما قلت نبتعدوا قدر الإمكان مع على هاد الناس، نحاول ما أمكن أننا نخليو ديك المقابلة ديالي مع هذاك الآخر والتواجد ديالي معاه تكون أضيق الحدود، لأنها كل ما التصق كنلقاو راسنا كل ما التصقنا مع هاد الناس يعني سبحان الله العظيم الحياة ديالنا حتى هي كترجع للور، ما كتبقاش كنلقى راسي متقدم في حياتي وكذا، ولكن اون فوا كنبقى داك لونتوراج ديالي سلبي والناس اللي معاهم سلبيين وكيسرقوا لي الطاقة ديالي، كنلقى راسي كنرجع للور للور. خصنا نتعرفوا على المهارات ديال الحوار باش اننا نحاولوا نمنعوهم يعني من الهضره بديك السلبيه، نتعامل مع الاخر، نحاول ما امكن تكون عندي واحد المهاره ديال الحوار باش نسد على ذاك الموضوع اللي كيسرق لي الطاقه ديالي. نتعلم كيفاش ممكن اننا نغير الحديث، يعني الهضره معاه ونهضروا مع هاد الاشخاص موضوعات عامه، ما نكونش انا ولا الاخر هو ذاك الموضوع ديالنا نهضروا على حياتي الشخصيه مثلا ونهضر على الحياه ديال الاخر. لا، حاول ما امكن تلاقيت مع هذا النوع، حاول ما امكن نهضروا على مواضيع اللي تكون عامه، ما نوقعوش في ديك المصيده ديال التعاطف معاه، لانه لا لا نحاول ما امكن نقولوا لا دائما. إذا شكرا جزيلا لك أستاذة وفاء مسلك على كل هذه التوجيهات والنصائح. فعلا يعني أمطنا اللسان على مجموعة من الأمور اللي كانت غايبة علينا، ما كناش فاهمينها، ما كناش عارفينها بطبيعة الحال. شكرا لك وكنتمنى لك التوفيق في مسارك المهني. شكرا لك أستاذة خديجة. مرحبا، نورتيني.